ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا في فقراتنا مثل ما عودناكم، فقرات متنوعة، عندنا فقرة أولى وفقرة ثانية وتقارير، وعندنا كل شيء زين في شباب قول وفعل، دعم الشباب والطاقات الشبابية. راح يكون معنا في فقرتنا الثانية وضيفها مشروع أنا أشوفه شيء حلو أن احنا نتكلم فيه، لأنه تراثي، فيه نوع من التراث وريحة التراث، فهو مشروع اسمه شاي الضحى. راح يكون معنا عبد الرحمن العلي نائب المدير العام وصاحب المشروع. مساء عليك بالخير. مساكم الله بالخير. حياك الله معنا في برنامج شباب قول وفعل. الله يحييكم. توني قاعد اسال سؤال، قاعد اقول انا كل مره امر محلكم ولازم اخذ شيء كل اسبوع، هذه عاده عندي. الحين ما اشوف المحل، بتكلمني اول شيء عن المشروع بشكل عام، شلون تم تاسيس شاي الضحى كمشروع، خلينا نقول يبيع الحلويات الكويتيه الاصيله. بعدين دلينا وين المحل. هو طبعا مشروع شاي الضحى مشروع حلويات كويتية، الحلويات الشعبية التراثية اللي تمثل الموروث الشعبي. فكرة المشروع كانت أنا وصديقي وشريكي أخوي جابر، كنا نقول شنو ندش أو نأسس مشروع نكون قاعد نخدم فيه الناس والمجتمع، ويكون مشروع نمثل فيه البلد تراث أو التراث الكويتي. فقال ورسينا ان ان نسوي مشروع، نسوي مشروع الحلويات الكويتية هذه، لان الجيل الجديد شويه حاول المعلومات التراثية عنده قليلة، وحاول يتعساس لا يتناسى، والهوية هذه تتم موجودة وباقية ويحرفونها. والله الحمد توفقنا. نتكلم عن مشروع الحلويات، الاسم اصلا بروحه شيء ناطع، تحس انه في شيء. خلي اسمه الحين شاي الضحى، الحين قاعدين الحين حاطين على الهواء، احنا عندنا الحلويات اللي عندنا ترى هذه يا جماعه جزء من الحلويات التشويقيه، يعني شفنا شوي جزء منها ما شاء الله، هالبساتيك المحطوطه، البستوك الحلو هذا بطريقه حلوه، وقاعدين نشوف خمس انواع، يمكن هذا شيء من ولا شيء على قولتهم، وماشيه مع الوان ديكور بعد. الاسم الحلو، الاسم الحلو اللي اقول لك صدق يشد، شاي الضحى، شلون اخترته وهذا الاسم المسمى؟ يعني يمكن شيء متعارف عليه اساسا في المجتمع الكويتي من عمر الدنيا. نعم، هو شاي الضحى عاده قديمه عند الحريم. صحيح. يتجمعون العاده في بيت من بيوت الفريج قبل حزه الغداء. يتجمعون يسولفون ما يحشون انزين، وكانوا يشربون شاي الضحى وياكلون الحلويات القديمة بالإضافة إلى المكسرات. فإحنا يومينا بندش في مشروع مثل هذا، انزين، وقاعد نقدم فيه موروث كويتي وحلويات كويتية تراثية قديمة. نعم. قاعد ندور شنو الاسم اللي يناسب حلويات الحلويات هذه. فيت اسم شاي الضحى، بس هو كان له قصة ثانية. هذا قصة غير القصة. الاسم له قصة ثانية، القصة الأصلية نفس القصة. كنا قاعد ندور الاسم، شنو نقدم، شنو الاسم اللي نسمي فيه مشروعنا. فذاك اليوم الوالده قاعد تسولف سالفه، كانت تقول نفس سالفه الحريم يوم يتجمعون في شاي الضحى، لقيت الاسم، كان اروح اقعد ويا الشباب، قلت لهم يا جماعه ايش رايكم في اسم شاي الضحى؟ على طول قالوا هذا الاسم المناسب وراح يركب مع المشروع، وهي عاده قديمه متعارف عليها. والله بالتاكيد يعني هو حتى مو بوقته يمكن تستخدمونه، شاي الضحى بس بشاي الضحى هالحلويات طول اليوم تنباع على طول من الصبح لليل. تدري عن شغله بدر، مثل ما قال يمكن استاذ عبد الرحمن، انه يمكن الجيل مو وايد متعرف على فلكلوره او موروثه الشعبي، ولكن لا صار في وايد شباب قاعد يحاولون يردون هالعادات. نشوف في شباب بالفعل شاي الضحى صار في مناسبات بين البنات الحين من هالجيل، بالفعل قاعد تسوي مناسبة اسمها شاي الضحى، معارض خلينا نقول تجارية أو شبابية. نبي نتكلم عن مشروعكم، هو عمره صغير، مو خلينا نقول هو من زمان. شلون طريقة انتقال المشروع من العمر الصغير، لأنه ما شاء الله صار الحين اسمه معروف في الوسط عموما، في الوسط الشبابي والحلويات والمواد الغذائية. احنا بدينا البداية، أول ما رست الفكرة بدينا نسوي الحلو بالبيت ونوزعه على أهلنا ونشوف الطعم شلونه، وهذا ناخذ رأيهم. لما رسينا أن الطعم فعلا للشيء اللي إحنا نبيه، بدت فينا الفكرة. وأنا قاعد ألاحظ اليوم الفئات العمرية الصغيرة هذه قاعد تتذوق الحلويات هذه بشكل مو طبيعي.
زين يعني قاعد تجينا ردود افعال وايد حلوه زين، مع ان انا يعني واثق في ان احنا المنتج اللي قاعد نقدمه، ولكن ردود الافعال من الشباب بالذات، من الشباب فئه الشباب بالذات ردود افعال جدا حلوه. يعني خاصه اليوم تيجي تقدم مثل القرص عقيلي ويجيك شباب باعمار 18 و20 سنه ويتذوقون بشكل مو طبيعي، هذا كثر ما شبعنا من الكيك الكاكاو كذي لعنا يعني خير الكاكاو هذا بحد ذاته نجاح. انزين انه زين، وانا اقول يعني الشباب صار عندهم وعي شويه، صحيح. حتى وعي تراثي صار عندهم الحين يتابعون، نشوف حتى المصطلحات التراثيه، كتب تراثيه، صار عندهم الاقبال انهم يعرفون اهل قبل شنو عندهم من تراث، عندهم من نقول يعني ياخذون خبره اهل قبل. يعني اليوم احنا قاعد نشوف تونا طلع عندنا ايضا مع سامي المشاهدين، احنا قاعدين نشوف بالبوكس اللي عندنا موجود بعض الصور اللي نقول اللي تقدمونه في المحل. هذا شنو اللي قاعد يطلع؟ هذيلا هدايا عيد الام. حلو. انزين اللي قدمناهم في عيد الام موجود هني عبد الرحمن كاهو قدامك، ما يحتاج اي انا هدايا هذا اللي طق ابوي ما اشوف عدل. زين هدايا عيد الام هذيلا اللي قدمناهم في عيد الام، ويعني كان الاقبال جدا جميل، والناس يعني فعلا مهي ناس يا امهات. انا ودي اتكلم بعد عبد الرحمن عن قصه المحل لانه طلع، فبتكلم عن واجهه المحل اشوف فيها ريحه تراث قبل، يعني هالبنيان القديم هذا يمكن اللي قاعد يخلي الشغل او مبيع الحلويات بهالصوره الحلوه، يعني مضمون. وخلينا نقول حتى المظهر، حتى طريقه البرزنتيشن هي تراثيه. نعم. ما في شيء قاعد يحيد عن فكره التراث. احنا جينا شاي الضحى حلو موروث كويتي، جبنا المهندس قلنا له احنا اليوم هذه فكرتنا، نبي شيء من ريحه الماضي. حلو. فما شاء الله ما قصر، اعطيناه افكارنا، طلع لنا في قصر نايف مجدد على محل صغير على حجل. يعني شوف هاي ديكوره كقصر نايف مجدد، صح. فاول ما اعطانا رسم المحل وصوره على طول يعني احنا ارتحنا، وثانيا المحل يعني انا قاعد اشوفه عاجب ناس وايد من الشكل، صحيح. هو بطريقته شكليا يعني قاعدين نشوف شكله انوار حتى في مكانه مميز، مكان يعني موقعه التجاري بالفعل هو مميز، مجرد ما انك تمر اضاءته الشكل، عشان كذي انا عرفت شلون فقدت المكان. بس الحين هذا انتم مصورينه انوار، يعني هذه صوره تصوير ولا رسم؟ هذه التصميم مال المهندس، تصميم بس مش صوره مأخوذ بالشكل. احلى من كذي. خلينا نتكلم عن انتقالكم ما شاء الله المشروع قاعد يكبر، فانتوا مضطرين حتى تكبرون المكان. كلمنا عن هذا الموضوع عبد الرحمن، شنو المشروع اللي راح تطورون فيه او الفكره اللي راح تطورون فيها مشروع شاي الضحى بعد النجاح؟ احنا يعني شوفي هو المحل هذا احنا اضطرينا لتسكيره، والسبب يعني انا اقول تجار العقار. يعني من تي انت الحين تبي تاخذ محل، اول شيء ما قاعد يرحمك بالاجار، الامر الثاني حتى ما قاعد يعطيك احنا فرصه. احنا عبد الرحمن انا يمكن توني قاعد نتكلم عن نفسه، عن المحل وشكله. يعني احنا عارفين ان الشكل البنيان الاعمار اللي خذيته التراثي، انا ودي مثل ما قلنا في البدايه ودي اعرف وين العنوان. عنواننا لان الكل قاعد يسالني حتى هنيها مو مخليني المخرج جاب العنوان بقصه قايل هو العنوان السالميه شارع قطر السالميه شارع قطر حلو مقابل الدائره الخامس بس انا قلت لك الحين انا ما خليتي المحل حاليا مسكر حلو زين احنا يعني انا اقول قلت لك بسبه تجار العقار عرفت شلون انزين يعني يجبرك ان اساس انه ماخذه من عندك خلو يطلب في اجار غالي يخليك يعني حتى وانت قاعد تاسس مشروعك تستنزف راس المال كامل زين فاضطرينا ان يعني خسرنا خساره من وراء المحل والاستنزاف هذا يمكن لابد منها عبد الرحمن يمكن قاعدين نشوف في اغلب المشاريع اللي قاعده تكون هناك نقول الاجارات يعني كل واحد هذا الامر يرجع نفسه هو كصاحب عقار هذا ما يوقف عقار بس ما يوقف من تاجك صحيح بالتاكيد والله الحمد ولكن انا اقول لك يعني الحين احنا بدينا بدايه من الاول عرفت شلون وبدايتنا ان شاء الله باذن الله تكون ناجحه ويعني انا اقول اذا انا اشوف النجاح والانتشار انا اقول اليوم هي دعوتكم لنا هذا اكبر انتشار واكبر نجاح ان شاء الله شلون عشان دلكم انا زبونتهم الدائمه لما نتكلم عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح المشروع يعني يمكن نعرف ان اليوم كثير من المشروعات اللي تقام يمكن خلينا نسميها الهوم بزنس قاعده تنجح وقاعده تاخذ صدى كبير وتنتقل للمجال التجاري الفعلي بترخيص
تنتقل لمحلات، شلون اثرت او اثرت وسائل التواصل الاجتماعي عليكم وعلى مشروعكم بالنجاح؟ والله شوفي، هي وسائل التواصل الاجتماعي هذه تاثيرها اليوم صارت هي اكبر وسيله للانتشار. صحيح، اكبر وسيله للانتشار. يعني انت الحين لاحظ في الانستغرام قاعد تشوف اكثرهم من برا الكويت، من صح. السعودية ومن صحيح. الإمارات ومن عمان توصلون شوقتونا للحلو هذا، احنا يعني نشوف الدرابيل هذا ونتمنى ناكله. انزين نعم. فانا هي هذه اكبر وسيلة للانتشار صح. واحنا ساعدتنا بشكل يعني وايد حلو. ولكن يعني انا اقول فوق شو اسمه، انا اقول لك اللي هني الشأن المجتمع هني، عرفتي شلون؟ يعني الناس قامت دوم تنشر الامور هذه، عرفتي شلون؟ فما شاء الله مستخدمينها كوجهه كبيره، قاعد نشوفها اللي هو الانستغرام بالتاكيد مو مقصر بانه ينشر لك اي دعايه اي اعلان لاي مشروع، وسبب نجاح قاعد نشوف اليوم في هذه المشروعات، ونشوف تزايدها ايضا في وانتشارها في على مستوى دول الخليج والدول العربيه، لان انتشر وايد بشكل كبير. انا ودي اتكلم شوي عن اللي موجود قدامنا، غير خل اللي موجود بالمحل اليوم اللي قدامنا، العينة النمونة هذه اللي قدامنا، بنتكلم عن كل نمونة. هذه حلو شي. كويتي ممزوج، هو قديم ممزوج بشيء جديد، هي كرات بندق بجوز الهند الأحمر. أول واحدة ثاني بستوق اللي هو القرص عقيلي اللي كنا قاعد نتكلم عنه. الثالثة هذه السمسمية بالفستق، وهذه نوع من أنواع التمريات. أنت خطرت واحد ترى. أي واحد فيهم؟ الفستق. غريبة الفستق أنا مو شايفة. هذه غريبة الفستق، هذه من الأصناف اللي جدا لذيذة ومميزة. أنوار أنا أنصح أنا أنصح في شغلة اسمها يعني مثل الشبكي، هي تي الشباكية مو زلابي عشان لا أغير. هذا شيء كان جدا لذيذ، الغريبة شيء جدا ناطع بالإضافة للقرص العقيلي. أنا مجربت ترى كل شيء، بس يعني في أشياء مميزة، في أشياء فيها شوكولات، فيها الناري المحمص، ماكو شيء يمكن يغيب عنكم. ترى أنوار ما قاعد تسوي دعاية يا جماعة، لا مو دعاية، زبونة دائمة. عندك البرحي جوز الهند من الأصناف المميزة، بيض القطة مرغوب عند الناس بشكل مو طبيعي. الآن هذه الأصناف الجميلة احنا الان خلينا نقول الناس متذوقين، في الشعب الكويتي فعلا متذوق جدا للاكل والحلويات بالذات. ما توقف مشروعكم على انكم توصلون هذا الشيء الجميل لبيوت الناس، لا انتم شاركتوا ايضا في خلينا نقول فعاليات اخرى انسانيه، انتم زرتوا مرضى السرطان. كلمنا عن هذه المشاركه الجميله من قبل شاي الضحى. قعدنا قاعدة انا واصدقائي قلنا نبي نقوم بمبادره. وين نروح؟ إلى كبار السن أو إلى مرضى السرطان. شفنا أن كبار السن الشعب الكويتي كله واقف وياهم ومو مقصر وياهم ودوم هذا، فرحنا إلى مرضى السرطان. استغر علينا أن قلنا هذيلة محتاجين إلى الدعم المعنوي والنفسي، هذا راح يأثر فيهم وايد. فاتجهنا إلى وزارة الصحة وحاولنا نسألهم ونستفسر منهم أن هل نقدر نزورهم، وما شاء الله يعني هم ما قصروا. ردوا لنا الرد ان احنا نرحب بالفكره هذه وما عندنا مانع، وبالعكس هذه مبادره جدا حلوه. فاتجهنا الى الخطوه الثانيه، قلنا الخطوه الثانيه هل احنا نروح لهم وهم ما يعرفوننا؟ صحيح، خلي نحاول ان نخاطب بعض الفنانين. لما يجي واحد من الفنانين مميز على الشاشه ولا وخفيف ظل انه يقدم لهم الهديه راح تكون على نفسهم. صحيح. وما شاء الله يعني بمجرد ما خاطبناهم بلا تردد بنفس اللحظة جت الموافقة، ما قصروا ومشكورين، أنا أوجه لهم التحية. واتجهنا إلى الزيارة هناك. اللي لفت انتباهنا يعني أنا ودي بس الفنانين تذكر لياهم، منو الفنانين؟ كان أبو محمد طارق العلي، النجم الكبير طارق العلي، بس يسيب الخير، والفنانة أمل عباس، الفنان خالد أمين، والفنانة مرام، والفنان فرحان العلي. نعم. زين، وكان ويانا أحد الأشخاص اللي من اللي اتجه ويانا وحب يشارك بالمبادرة هذه، هو الأخ عادل ووان. نعم. كان ويانا من ضمن المشاركين. لاحظنا شيء يعني جدا مو طبيعي. عبد الرحمن الجميل انه بالفعل المشروع التجاري اليوم، يعني الشباب الكويتي لما قاعد يسوي مشروع، المشروع مو تجاري بس، لا في جوانب كثيره يدعمها كمسؤوليه اجتماعيه منه، كمبادره اجتماعيه، لان الدور بالنهايه التجاري ما يقتصر ولا ينسلخ عن الدور الاجتماعي. انا ابي بعجاله اعرف شنو جديد شاي الضحى، شنو جديدكم؟ جديد شاي الضحى ان شاء الله جاي بالطريق.
يعني ما راح شعبان اول وحده اذوق. نبي الخرطه السريه هذا شعبان اول وحده اذوق ان شاء الله حق شهر رمضان. شهر رمضان شهر رمضان شنو هو الأبواب. من شنو للحين ما سويت للحين ما سوينا خلطة جديدة. وان شاء الله هو يكون هي تكون نقصه رمضان راح تكون من ضمن نقصه رمضان ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لكم. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في مشروعكم ونشوفكم ان شاء الله تتوسعون اكثر واكثر على المستوى الخليجي وعلى المستوى المحلي بالكويت. مشكورين وما قصرتوا وانا شاكر لكم هالاستضافه وشكرا جزيلا. يعطيك العافيه مشاهدينا. احنا كذي وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شباب قولوا فعل. اذا عندكم موهبه فكره مبادره مشروع حابين تكونون ضيوف معنا في برنامج شباب قولوا فعل ما عليكم الا تواصلون معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام على شباب كيو اي تي في. واللي يحب يشوف حلقاتنا اكيد احنا راح نحطها على قناتنا في اليوتيوب شباب كيو اي تي في. نشكركم على المتابعه ومع السلامه. بالتأكيد ولا أزيد أنا على أختي أنوار وأقول لكم اللي حبي يتابعنا تابعونا على شباب كيو اي تي في. نبي نشوف تفاعل أنوار نبي نشوف روح في الأكاونت عندنا. شاركونا وإن شاء الله تكونون معنا ضيوف هني موجودين نتكلم وياكم ونناقش معاكم مواهبكم وأفكاركم ومبادراتكم. إن شاء الله نشوفكم على خير في الأسبوع الجاي في حلقة جديدة. فمالكم.